لنشوف شو رح أقدر أعرف عنك يا ملاك الأزرق. اسمك مروى يلدز. يا ترى أنت بأي مكان تعرفتي على هاكان؟ إذا ما عرفت ما رح أتخلص بنوم من إلايدا. إلايدا؟ شوفي. كيف شوفي؟ ما في شي. أنت شو عملت؟ قدرت تخلي أخوك باريش يوقع العقد؟ لا، ما قبل يوقع عشي. أخي باريش انفصل عن أصلي. كنت بتعرفي هالشي؟ آه، بالله عن جد؟ وأنا عم قول ليش باريش معصب كل هالقد؟ يعني أنت ما إلك علاقة باللي صار، مو هيك؟ حبيبي هاكان، مو نحن مرينا بهي المرحلة من قبل؟ ما عم بفهم شو علاقتي بالموضوع؟ يعني مو شايفة في شي غريب؟ شخصين ينفصلوا بهي السرعة، في شي بالقصة، وكأنه في طرف ثالث بيناتهم. نحن شو جايين منهم؟ خلينا نهتم بأمورنا الخاصة. ايه، انت امتى رح تخلي وقع العقد؟ لازم باريش اقتنع بالقصة. هو ما قال لك شي؟ فرحت بشوفتك هون. هيك لكان. شو قصدك أصلي؟ مو أنت اللي بدك تنفصلي عني؟ أنا قلت لك انجبرت أعمل هيك، الموضوع بخص عيلتي. إيه بعرف، بعرف، بس شايف القرار ما كان صعب عليكي أبداً، يعني ما ترددتي. إيه مثلك، وأنت تقبلت هذا الموضوع بسرعة. ليش أنت تركتي لي خيار تاني أصلي؟ آه؟ أنا ما كان عندي فرصة لحتى أختار. على كل حال، إذا ما عندك مشكلة ما في داعي نحكي، فيك تروح. أنت يلي مو حابة نحكي بالموضوع. إيه، خلينا ما نزعل بعضنا أكتر. لسه من يومين كنت عم بتقولي لي حبنا رح يتجاوز كل شي، وهلأ عم بتقولي عائلتي؟ تراجعتي من أول مشكلة أصلي؟ عن جد بهنيكي. لا طبعاً لا، أنا بس ما بدي تتعقد الأمور أكتر من هيك. شو أعمل؟ بما أنك ما تركتي شغل فهذا بيعني لهلأ ما تخليتي عني، وألا ما كنتي ضليتي ولا ثانية، كنتي رحتي فوراً. ليكي، أنا حكيت مع أخوكي وفهمته أنه ما رح أتخلى عنك، وأنا ناطر هالتصرف نفسه منك لو سمحتي. ايه منيح، على الأقل ما تقبل هالشي بسرعة. أوف. شو انت عم تتمسخري علي؟ انت شو عم تخبصي يا بنت؟ عم تغازلي باريش وقدام عيوني كمان؟ بدك تتخانقي معه خناقة ينقطع كل الحكي بيناتكم؟ ايه خلاص بكفي، شو انا لعبة عندك؟ خلاص نحن انفصلنا، اذا ما قدرتي تمسكيه فهي مشكلتك انت. قدرة معناتها بعزم الملاك الأزرق على مكتبي. انتي ليش لهلأ ما عم تفهمي؟ حتى لو باريش كرهني من المستحيل يكون معك انتي. بتقولي هذا الحكي وقت تجي الصبح لتاخدينا من بيته رح تحلي هذا الموضوع، واليوم اذا ما تصرفتي انا رح اتصرف. رح أخذ الملف على نافذة. باريش، شو بك أنت منيح؟ إيه منيح، عملي اللي بدك إياه. تفضل. ها، وهي إجت أصلي. نحن عم نشتغل على فسخ عقد شراكتنا. شو هي أصلي؟
هي استقالتي. طيب منحكي بعدين. ما في شيء لحتى نحكي فيه. رح استقيل لحتى ما أعطيك أمل. شو عم بتقولي أصلي؟ ييه باريش هدي حالك شوي. أنت لا تتدخلي. أنت شو عم بتحاولي تعملي؟ شو مشكلتك؟ قليلي. لا تصرخ علي. طيب فهميني شو المشكلة؟ شو مشكلتك معي؟ قليلي. عن جد تركتيني لأنه أخوكي هيك بده؟ عن جد أنتم فصلتوا؟ اين فصلنا؟ ارتحتي مو؟ طيب أصلي اسمعي، انفصلنا وصار مثل ما بدك، بس بما أنه قدمت استقالتك هلأ أنت مجبورة تداومي 15 يوم زيادة، وإلا رح يكون إلي تصرف تاني معك. شو والله؟ طلع فيك تمثلي وقت بدك؟ برافو عليك. باريش استنى شوي. لوين بدك تروح؟ عالبيت. رح وصلك، ما رح خليك تسوق السيارة وانت بهالحال. ما في داعي، بروح لحالي. لا كمان اذا اخذت السيارة هلأ ورحت المسكينة شو رح تعمل؟ رح تركب تاكسي بهالوقت؟ ومنه منحكي على الطريق وبترتاح شوي. كيف بدي ارتاحي لايدا؟ معك حق يا روحي، بس بلكي في عندها سبب مهم. انت بس مضي هاي الليلة وانت مهدي حالك، اساسا ما رح تقدروا تحلوا شي وانتوا عم تعصبوا هيك. يلا يلا خلص بقى، رح جيب جاكيتي وجزداني واجي. ايه استناني. يلا حبيبي اشرب شوي وارتاح. يعني وأنا كمان ما فهمت كيف صار هيك فجأة بيناتكم. باريش معقول تكون عرفت عن الحادث ولهيك قررت تبعد عنا؟ أصلي ما بتعمل هيك خطط خبيثة وهيك حسابات أبداً إلايدا، لا تشغلي بالك. إيه طيب هي ما بتعمل هيك، بس أنتوا كنتوا كل يوم مع بعض وكل لحظة كمان، يعني شو صار فجأة؟ إلايدا خليني أودعك. ييه أبداً مستحيل، ماني رايحة، ما بتركك بهالحالة وبروح. أنت روح ونام. أنا منيح ما فيني شيء لايدا. باريش أنت مو شايف حالك بالمرة، أنا رح ضل هون وأنت طلع ونام. والله خايفة تعمل بحالك شيء لا سمح الله. أي على راحتك لكان. أصلي شو عم تعملي هون لحالك بهذا الوقت؟ رح تبردي. بدي حاسبها لهديك المرة، رح علمها درس، رح خليها تدفع تمن كل شغلة عملتها معي. كل مرة بفكر بحالة باريش بحس حالي رح جن بسببها، أنا كسرت قلبه للشاب. بس لو قدرت أعرف شو علاقة الملاك الأزرق بها كان، يا ترى شو الجريمة يلي عملها؟ رح روح واقف قدام باريش وقول له يلي صار هيك وهيك، بعرف شو رح يصير معكن ورح ساعدكن، ولهيك أنا عاملتك بهي الطريقة لأنه إلايدا هددتني. بما أنك وصلتي لهذا الوضع هالشي معناته المرة جدية، وإلا ما كنتي عملتي هيك. جول كل القصة ما بدي أعمل شي خلي إلايدا تعصب مني. إذا عرف باريش ما رح يستنى، رح يحاربها وما بيهمه إذا فات على الحبس أو لا، وإلايدا رح تفوته على الحبس. أنا لازم أعرف شو القصة قبل ما أعمل أي شي يا جول. تعالي لشوف. أصلي حبيبتي يا ريت فيني أمنع الحزن يقرب عنك.
لكن ما عندك مشكلة قضي ليلة مع حبيبك ما؟ باريش مستحيل يعمل هيك. صباح الخير. هلأ فقنا، هو شوي وبيجي. لا تحاولي عالفاضي، بعرف إنك عم تحاولي تعملي فيلم تركي، وبعرف إنه ما صار شي بيناتكن. حبيبتي معك حق إنك تزعلي، يعني أنتي كنتي توثقي فيه كتير، عن جد صعبة. ما صار شي بيناتكن وأنا ما رح صدقك. أنتي عم تكذبي علي. باريش ما بيفوت بعلاقة معك أبداً، كيف قدرتي تخدعي؟ صلحت قلبه المكسور، كيف ما كان أنا حبيبته القديمة؟ إيلايدا؟ إجت أصلي حبيبي، رح جهز حالي وإجي. تعالي أصلي. كانوا حبيبين من زمان، أكيد كل حكي لهديك كذب. يعني لما اندق الباب هيك فجأة قلت أنا بفتح، بس ما توقعت أنه رح تجي بعد ليلة مبارح. وبهالتياب قررتي تفتحي الباب؟ أنا يعني إذا بدك بطلع وبحكي معه وبفهمها، يعني بخبرها أنه الوضع مو مثل ما أنا متخيلة. يعني أنا ما بدي تفهم أنه بعد خناقة مبارح أني عم حاول غيظة. شو هالحكي؟ شايفتيني ولد قدامك؟ أنا خمس دقايق وبجهز حالي. شوفي أصلي، باريش بيك مطولين لنروح؟ تأخر الوقت، يا ريت تستعجلوا شوي. بما أنه رجعنا للرسمية فرح غير تصرفي معك، فوتي لجوا. أساساً ليش ناطرة لحالك برا؟ لا أنا رح أنطر جنب السيارة، مو حابة إزعجكن أكتر. أي كلك ذوق. يعني بما أنك رح تعصب من البنت خلص لازم تعطي اللعبة حقها. لعبة شو إيلايدا؟ هي حبت تنفصل وتركت الشغل وخليت الدوام إجباري عنا، لهيك عصبت. عن جد ماني عرفانة شو بدي إلك. يلا تعال خلينا نروح نفطر. Thank you.
بكفي والله انتي تدللتي كتير. روحي واحكي مع الشاب ليك ينقلب لواحد مجنون بسببك. انا شو قلت لك امبارح؟ انا ما رح اتخلى عن جول اخي، رح لاقي طريقه لحتى خليها تسامحني. مو دائما بتقول انك بتعرف شو يعني الحب؟ يا اخي شو ما كان اللي عملناه انا بحبها من قلبي لجول، يعني حتى لو قلعتني وضربتني وسبتني انا ما رح روح اتخلى عن جول ابدا. هذا اللي عندي. يا بنت كنتي رح تموتي حالك وانتي عم تقليلي انك بتحبيه، هاد شو عمل لك؟ ما عاد بحبه. وانا عم اقول هالشي، شو يعني بطلتي تحبيه فجأة؟ شو هو لعبة بايدك وبس تملي منه بتكبيها؟ يا اما بتحبيه يا اما ما بتحبيه، شو عمل لك هذا خبريني؟ شو رح تعمل اذا عرفت؟ قصة قديمة خلصت وتسكر عليها. بتفرق اذا خبرتيني؟ انت هلأ رح تخبريني هو شو عامل معك وانا رح فكر على رواق، وبعد يا اما بقطع له رجله من حارتنا يا اما رح ضلني ساندو لحتى يراضيكي. يلا خبريني بكل شي صار. وين راحت هي؟ ما بعرف، بتكون هون. ما عم بترد. إيه لكن خلينا ندور عليها. رح دور عليها. ألو، أنت وين اختفيتي؟ خلص أخذتي اللي بدك إياه مني، خلاص بقى بعدوا عني حاجة بكفي، اعملوا يلي بدكن اياه، انا ما عاد موجودة بيناتكن، ما عاد بتهموني. هدا شهبلة دغري استسلمت. ما لقيتها. إيه لكن خلينا نروح على الشركة لأنه تأخرنا، يمكن هي سبقتنا. شو هاللعبة اللي حطيت جواتها؟ شو بدي أعمل؟ بس ما بكون أنا أصلي إذا بترك هالموضوع ينتهي هون، رح ضلني وراه لحتى أعرف كل شي. بكفي خلي الكل يعرف الحقيقة. أصلي؟ شوفي؟ خير إن شاء الله؟ صاير شي لأخي باريش؟ لا كان، بس أنا لازم أحكي معك ضروري. ليك شو ما كان الموضوع يلي عم تخبوه عني، أنا رح أخسر باريش بسببه. أنا ما بيهمني يلي عم تخفوه عني حتى لو كان كتير بشع ومو إنساني، لو سمحت خبرني شو هو. شو صار أصلي وليش لحتى تخسري أخي؟ استني وإهدي شوي، يعني الملاك الأزرق رجعت عملت شي فهميني. لا مو هيك، بس أنا لازم أعرف بشو عم تبتسكن هاي البنت يا هاكان لو سمحت. ليكي أصلي يعني أنا ما فيني خبرك. لا عاد تطلع حجج علي هاكان. إلايدا عم تستغل هذا الوضع وعم تضغط علي لحتى أنفصل عن باريش. شو ما كان يلي عم تخبوه عني أنا لازم أعرفه بأسرع وقت، لو سمحت ساعدني بهالشي. أنت شو عم تقولي؟ إلايدا مو؟ لو سمحت خلي هذا الشي بيناتنا، فيني أوثق فيك مو هيك؟ يعني إذا هي عرفت إني خبرتك أكيد هي رح تأذيكم. تمام هالشي بيناتنا. انت وينك هلأ؟ هلأ ببعت لك رسالة بالموقع، عم بستناك لو سمحت تعال. تمام رح اجي فورا. انا عرفت انه عم يخبي عني شي، هذا السبب، وهلأ ارتحت. وشو؟ شو اللي خباه؟ مثل شو يعني؟ طلع متزوج ولا عنده اولاد ولا شو اللي خباه عنك؟ خبريني القصة كاملة يا بنتي، ولا بدك اسحب الحكي من تمك؟ لا ابدا اخي القصة مو هيك، هو خبى سر كتير مهم خباه عني. فهمت اللي صار هلأ؟
شو دخلك إذا كان هذا السر بخص حدا تاني؟ شو علاقتك بالموضوع؟ أنت شو دخلك يا بنت؟ شو رح يأثر عليك هالسر؟ يا ربي دخيلك. ميتين؟ ليش مقعد هذا الشاب لحاله برا؟ لك روح عزمه خليه يفوت لجوا. بس هو ما بده يا أمي، خليه قاعد برا، كل واحد يهتم بشغله. ليش أخي ميتين اتصرف بهي الطريقة ها؟ أنا شو بيعرفني ليش؟ على الأغلب لأنه هو زعلني، شايف حالتي. وانتي شو رأيك هلأ؟ يعني نهاية هاي القصة شو رح تكون؟ ما عاد رح ترجع إلى هذاك الشاب؟ ها؟ حبه طلع كذبة، ما عاد بقدر صدقه وما عاد مأمنة فيه أبدا. دخيلك يا ربي شو هاد؟ لك صرت أنا اللي عم دافع عن هذا الشاب، هذا الوضع عم يزعجني كتير. يعني طلع الموضوع مو مثل ما أنا مفكر، يعني عم تقولي إنه كل حبه كذب لهالدرجة؟ كذبه تخباي وقصص وما بعرف شو. طيب شو أعمل أخي؟ يعني بعتقد حبه مانو كذب لأني شايف حالته بالليالي، عم شوف كيف حالته لهذا الولد. وكيف عم بتكون حالته؟ عم شوف يلي عم شوفه. خلص سكري على السيرة، سكرنا على هذا الموضوع. أنت تركيه، خلص بنعمل مثل ما بدك، تمام؟ خلينا نبعد عنه شوي ولنشوف إذا هو صادق معك نرجع منفكر، تمام؟ أهلين، ها كان كيفك؟ أخي باريش أنت منيح؟ كتير منيح ها كان، أنا بمكتبي. أنت شو بك وكأنه شفت شبح قدامك؟ فيكي تجي معي شوي؟ يه، شو عم يصير معك؟ تعالي معي شوي. لك شو عم تساوي؟ شكلك جنيت؟ أنت شو عملتي؟ شو عملت؟ أنت عن جد طلعتي وحدة قلبة أسود وشيطاني، أنا كنت غلطان. يا ربي دخيلك، شكلك جانن عند الصبح. إذا قصدك لأنه أجيت أنا وباريش توا لهون، أنا مبارح رحت على بيته لحتى هديه وروقه شوي، طلعت حدا غيور كتير حبيبي. أصحك أصحك تلمسيني مرة تانية، ما عاد بدي شوفك قريبة من أخي باريش، وإلا أنا رح خبره بكل القصص اللي عم تعمليها إليدا. لحظة، أنت أكيد فهمان الموضوع غلط. أنا فهمت يلي فهمته إليدا، وأنا جدي بكلامي هلأ، بنصحك إنه ما تجربي. هاكان لوين رايح؟ لحتى صلح المصيبة اللي عملتيها. أنا نبهتك لا تفوتي بيناتهم، وكمان عطيتك فرصة بس أنت ضيعتيها من إيدك. أصلي؟ أنت ليش جبتيني لهون؟ هاكان بشكرك لأنك أجيت لعندي. يلا خبرني هلأ شو صاير؟ تمام، بس ليش أصريتي نلتقي هون؟ لأنه أنا بعيش بهي الحارة. يلا تعال أقعد لنحكي، تعال أقعد يلا. وهلأ خبرني أنتو شو كنتوا عم تخبوا؟ ليك خبرني شو ما كانت جريمتك هاكان، إذا بتريد. لو شو ما كانت ما بيهمني، يمكن منقدر نحلها نحن الاثنين. خبرني كل شي من الأول لو سمحت. أصلي أنتي وين بيتك بالضبط؟ بعد شارعين من هون، في عنا قهوة أهلي عم يشتغلوا فيها. قهوة النحلة؟ إيه؟
أنت من وين بتعرف اسمه؟ باريشيا اللي خبرك؟ لا بنوب، شفتها وأنا جاي لهون. خلينا ما نتعب رجليكي فورا، شو رأيك يا نحلتي؟ بالأول خلينا نصبر شوي وبعدين فيكي تلعبي أي شي بدك يا، شو رأيك؟ تمام. خليني أعرفك على بنت أخي، بعدين منحكي. أساسا ما فينا نحكي قدامهم بأي شي. شو عم تعملي هون؟ جيت لأشوف رفيقي أخي. يلا لكان تعالوا لحتى أعرفكن عليه، تعالوا، هو شخص طيب. شو وينه؟ أخي باريش، أنت شو اللي عملته؟ أنت حبيت عمتها لشيشك؟ أنت لساتك هون؟ طيب ما رح تشرح لي ليش عملت هيك معي الصبح؟ ما عندي شيء لحتى أشرحه. أنت بتعرفي شو عملتي؟ وأنا شو هي اللي عملته؟ إلايدا، أنا عن جد حبيتك كتير إلايدا، ومن كل قلبي. رغم أني كنت بعرف بأنك عم تلعبي علي، مع هيك حبيتك وغضيت نظر عن اللي عملته خالتي معي، وكمان رضيت فيه. هكان أنا إلايدا، ليكي كل شي انتهى، ما عاد في أي شي بيناتنا. ما عندي مشكلة بأي شي عملتي معي، بس إنك تعملي كل هاد لحتى تفرقي بين اثنين بيحبوا بعض وكمان بهي الطريقة. إلايدا، أنت عن جد وحدة مريضة نفسياً. وأنت شو رح تعمل؟ هي اللي كان لازم أعمله من زمان. ما عاد بدي شوفك مرة تانية بحياتي، وأصحك شي يوم تورجيني وشك. أصحك ترجعي تطلعي قدامها، أصحك. إذا بدك تقعد على الساكت أقعد، مزاجي كتير سيء. أخي باريش، أصلي انفصلت عنك بسبب إلايدا. كيف؟ إلايدا ضحكت على أصلي، قالت لها رح تحطنا كلنا بالسجن إذا هي ما انفصلت عنك خلال يومين. هي قالت لها عن الحادث؟ لا، هي ما خبرت عن هالشي بنوب، بس أصلي عم تحاول تعرف الموضوع. يعني أصلي ما انفصلت عني برضاها، مو هيك؟ عم بتمثل علي. إيه، مثلت عليك، وللأسف اللي صار زعالة للبنت. هكان أنت متأكد؟ أنا متأكد من هذا الحكي أخي، هي خبرتني هالشي بلسانها. طيب شكراً هكان. لوين رايح؟ لعند أصلي لتشوفها؟ ولا لحتى تخلص على إلايدا أخي؟ بخلي إلايدا تستنى شوي.
شوفي، عم استناكي تحت البيت. وانت شو عم تعمل تحت بيتي؟ عرفت إيلايدا شو عاملة معك، قومي انزلي. طيب طيب، ليكني جاي. باريش عرف بموضوع إيلايدا وعم يقلي تعالي لنحكي. معناته هو رح يخبرك بكل شيء. شو رح يخبرني؟ ليكي أصلي، شو ما صار وشو ما كان قرارك، أنا رح كون جنبك ومعك، تمام؟ لا تحسي حالك وحيدة، رح كون جنبك دائما، تمام؟ جول شو عم تقولي؟ أنا ماني عم بفهم شيء. لا تهتمي، تمام؟ أساسا أنت رح تعرفي كل شيء. يلا بسرعة، لا تخلي ينطر تحت. يا ربي. ليش ما خبرتيني الحقيقة؟ كانت رح تفوتك على الحبس، هاي المرة مجنونة. تعالي معي، لازم أحكي معك بموضوع كتير مهم. ليك، خدني على محمل الجد، ما رح تعرف، مو هيك؟ ليك، هاي المرة بلحظة ممكن تعمل أي شيء. أصلي ما في حدا بيقدر يأذيني غيرك أنت. بس أنا قلت لك خد كلامي على محمل الجد، عم تلعب بالملاك الأزرق وكأنه لعبتها، ممكن هي تروح على النايب بأي لحظة وتشتكي عليك. تعالي تعالي معي. شو هاد يا؟ ما في شيء على هالتلفزيون لنحضره؟ بتعرف شو؟ والله جبته لهالتلفزيون حرام، نحن ما منشغله غير من مباراة للتانية. هاي يا ابني، مع مين عم احكي انا؟ شف لك شي كلمة لحتى ما حس اني عم احكي مع الحيط. تاركني مثل الاجدب عم احكي مع حالي، لا تكون اخذ موقف مني. انا طالع لنام ماشي؟ لك لحظة، لا تروح تنام، لسه بكير، تعال اقعد هون خلينا نحكي كلمتين. عانيت مع أبي لسنين وانت قالب وشك مثل كأنه واحد أخذ لك كرتي. يا ربي دخيلك الصبر، معقول مو مكتب لي شوف وجوه عم تضحك؟ هيك بدي أقضي حياتي؟ شو هالعيشة هي؟ يا الله بربروس، ماني رايق لشي بالدينا، مفهمت؟ مين إجا بهالوقت؟ كأنه إجا مزاجك؟ يلا لشوف سيدتيه. شو قصدك؟ ليك طلع فيني. آه. شو صار لحتى انقلبت خلقتك سيدتيه؟ شو صار؟ اسمعني لشوف، أنا طالع على غرفتي، عدوا مع بعض باحترام، ها؟ ولا تخليني اندم لأني خليتكن تقعدوا مثل الأوادم لحالكن. جول اللي إجت، تا قرب. إذا كانت هاي جول فيك تطلب اللي بدك يا مني، وأنا رح أجيب لك يا من عيوني، والله والله باربو. جول اللي إجت مو؟ إيه فهمنا، خلص وقف يا ربي دخيلك، العمش ومايع. يلا أنت روح. خبيث ومايع. أنا طالع على غرفتي. إيه طيب روح على غرفتك. يلا يلا بشوفك. يلا يلا بسرعة. أهلين جول، فوتي فوتي فوتي. يلا أخي. مانو هون؟ نايم فوق. شو تشربي؟ شو عمل لك شاي ولا قهوة؟ شو حابة؟ ما بدي أشرب أي شي، طلع حالة البيت قايمة قيامته بثلاث أيام والغبرة بكل مكان. لو كنت بعرف أنك جاي كنت نظفته. لا تتصرف بهاي الطريقة، أنا أجيت لهون لحتى نحكي شوي بس. موافق يكون شو ما بدك، مو انت اجيتي لعندي وقررتي تسمعيني، عطيتيني فرصة بكفيني هالشي جول، ما عندي مشكلة. تعالي عادي، يلا تعالي تعالي عادي، يلا احكي. انا اخذت قراري اليوم يلي خليتونا نعيشه، مو من القصص يلي من السهل انك تصلحها. بعرف، وأصلي هلأ مع باريش وهي رح تعرف كل شي. أساساً هيك أحسن بكتير، يمكن أنت لو سمعتي مني كان كل شي رح يكون مختلف. باريش معه حق، هو قال لي إنه لازم نخبركن من الأول، أنا منعته، فكرت إنه هيك رح أحميكي، بس فجأة صار كل شي أسوأ من قبل. صار اللي صار، ما فينا نعمل شي. أصلي شو رح تعمل أو شو رح تفكر أو تقرر؟ ما بقدر أتوقع هالشي، بس أنا أجيت لقلك أني أخذت قراري. أنت رح ترجعي لي؟ عن جد رح تعملي هذا الشي جول؟ أنت رح تعطيني فرصة مو هيك؟ ما بعرف أبداً، ما عندي فكرة، رح نشوف سوا إذا منقدر نكمل هذا الطريق مع بعض أو لا. ما عم صدق جول، فرحتيني يا قلبي، تعال عندي.
تمام خلص بكفي. ولدت مرة جديدة جول. والله أنت رح تكسر لي رقبتي. لا تخافي ما بتنكسر يا روحي، معقول أنا أكسر لك رقبتك؟ لا تصدقي هالشي، تعالي لشوف. تعالي يا خبيث، شف لي هالتليفون، عندك بالصالون شي؟ والله ما لي حيل انزل لحد ادور عليه. لا ما هون، خلاص انت لا تقوم، انا رح دور لك عليه وجيب لك اياه لعندك. اصلي بعد الشي اللي رح خبرك اياه رح تعصبي مني كتير، ويمكن حتى رح تكرهيني، وكمان يمكن ما تطلعي بوشي من يوم ورايح. بس قبل ما أقول شي، لازم تعرفي إني بحبك. أنا بموت كرمالك، وأمنيتي الوحيدة أقضي باقي حياتي وأنا جنبك. اسمعي، مو نحن كنا عم نلحق الملاك الأزرق؟ والملاك الأزرق بالأساس حرامية. بهديك الليلة حاولت تسرق هاكان بالبار، ولهيك حطوا له دواء بالمشروب تبعه، وبوقتها كان فقد وعيه، وبعدين طلع من البار بالسيارة عم يتفتل لساعات، وهو عم يتفتل صار معه حادث. هاكان ما كان عم يتذكر هالشي لشهور، ما كان عرفان انه عمل حادث. لهيك يلي انا عم خبي عنك ويلي ما كان بدي خبرك فيه، بس صار الوقت انك تعرفي الحقيقة، واللي هي ها كان هو اللي ضربها لششك. هاكان يلي دعس نحلتي؟ هاكان يلي دعسها؟ هذا الحقير ترك بنص مرمية على الأرض، البلا أخلاق طلع هاكان؟ لحظة لحظة، ما عم بعرف فكر. ها كان ما عم يتذكر إنه عمل الحادث؟ وإنت بوقتها ما كنت بتعرف أي شيء، وبالصدفة إجيت وعرضت علي اشتغل بشركتك، ووعدتني إنك رح تلاقي الشخص يلي دعسها لششيك، وبعدين أنت فجأة لقيت إنه الشخص اللي عم دور عليه ابن خالتك، مو هيك؟ هالشي إله شهور.
لما طلعت معي بالتاكسي ما كانت صدفة أبداً، وعرضك علي الشغل كمان ما كان صدفة. أنا وجبت لك ملف قضية شيشك ووكلتك، ولما قلت لي إنك رح تلاقيه، لما قلت لي وثقي فيني إني رح لاقيه، كنت بتعرف إني عم دور على نمرة سيارتكم. وكأنه هذا الشيء مو كافي، عرفت إنه ها كان هو المجرم وما خبرتني، خبيت عني هالشي. أنت اعترفت انه ابن خالتك ها كان مجرم ومع هيك ما خبرتني، حاولت تخبي عني مو هيك؟ كنت ما تشيل كلمة العدالة عن لسانك لوقت يلي صارت بتخص عيلتك مو هيك؟ لما يكون المجرم من عيلتك وقتها ما عاد بتهمك العدالة وبتغطي على الجريمة، وانت عم تطلع بعيونها وبتخدعني. انت خدعتنا كلنا مو هيك؟ هالشي سهل عليك تمام؟ انا عن جد حبيتك، أنا ما تخليت عنك رغم كل شيء، خالتك وإلايدا والإهانات اللي تعرضت لها بسببك، أنت قاومت كل شيء، لك أنا وقفت معك بس لحتى ما أتخلى عنك. اصحك تطلع قدامي مرة تانية، بكفي.